des jeunes, les كبار, les صغار, c'est des personnes qui ont des كتكون ستيل ديال الاغنيه ديالك انه كيمزج ما بين شبابي وما يعني الكلمات سهله وكتلقى كلشي انه في حافه بصراحه داكشي سبونطاني داكشي كنغني داكشي اللي كنعيشو يوميا الحياه اليوميه بحال اي جون والحمد لله الناس كيعجبهم داكشي بزاف نحاول نكملو بحال هكا داكشي الرساله ديالك للجمهور ديالك اللي تفاعل معاك اليوم رساله الجمهور العريش بيبليك الجمهور العريش الرسالة اليوم سي ديجا شكرا لكم بزاف شكرا على الحضور ديالكم شكرا على الوقت ديالكم حيت وقتكم باش جيت تفرج واحد التفكير اللي واحد الانسان شكرا بزاف و تشوفوا البروشين فايت ان شاء الله وواحد التي ميساج لي جون ديال العريش خويا مهم شفنا تبارك الله عليك شفنا واحد سهرة موسيقية يعني جميلة معاك كتمزج فيها بوب يعني مودرن يعني وفيها ميكساج ديال الموسيقى سيرتو حيت عندك السيل ديالك حيت انسبيراسيون الموسيقى القناوية كنت قلنا على هذا الحفل الفني اللي كان متميز الحفل ديالك كنت قلنا عليها الألوان الموسيقية اللي ساعدتي على الموسيقى الموسيقى ديالي نعم الموسيقى ديالي الحمد لله حتى كما قلت لكم انا كنت في المغرب عندي التراث المغربي في العروق الحمد لله صار بسيطو أن لحظنا الجمهور اللي عندك حافظ الأغاني ديالك باللغة الفرنسية ألوغ باللغة العربية واللغة الفرنسية حتى أنا 14 عام مشيت لفرنسا قريت تما شوية وحتى الآن باقي ساكن تما شكون كان نتاش عندي الفرونسي بديت كنغني تما ساعة غنيت بالفرونسي أبخي قلت ما نقدرش بقى نغني بالفرونسي قلت سيتي بلو فور كو موا باغي نغني بالعربية العربية قلت أرون نغني بالعربية باغي نغني الشعب ديالنا نعم وشنو الارتسامات ديال مع العالم التفاعل اللي وقع مع الجمهور شنو قلت عليه؟ التفاعل الارتسامات ديالك التفاعل مع الجمهور كيفاش تفاعل معاك؟ كيف قلت لك سبونطاني سبحان الله غير الله تبارك الله تبارك الله سبونطاني الناس كنقول معاهم عادي بحال اي واحد يخدم في بلاصتي والناس كيعجبو بحال بحكم عندك جمهور شبابي ناشئ واش كتفكر انك دير شي فيديو في العرايش واش عندك شي ارتسامات على العرايش من حيث تقرا العريشيه ولا لا انا يلا جيت اليوم مرحبا معكم بالضبط ان شاء الله مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك موحى شكرا رد عليك الا بغيتي تجي عندي تعاود تسمعني السؤال مرحبا بك موحى شكرا جزيلا بليزير مرحبا بك صافي بصح